السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الكاب، وين يعدل اللوائح يعني من أجل يعني أمور، خاصة بعد الصمت الكبير يعني من الجميع، يعني من الجزائر، مش الجزائر، من المغرب، من الاتحاد الإفريقي، من يعني خاصة وين التنقل المنتخب المغربي إلى الجزائر. يعني الصمت ربما، أنا الحاجة اللي ربما سوف تكون يعني الكأس إفريقيا، كأس العالم تاع الإيديسات، يعني بعد ما علنوا على تاع الإيفا اللي فيها المنتخب الإسرائيلي داتها الأرجنتين، وما كانوا باغي يعطوا الجزائر للمغرب، المغرب رفض يعني خاطش عليها عندها بطولة تاع الإيفا 3، كأس العالم تاع الإيفا 3، كأس إفريقيا تاع الإيفا 3 المؤهل الألعاب الأولمبية بباريس. هذه هي وما قبلوش فريق المنتخب، فريق أنا نقول وين داتها الأرجنتين إيديسات، يعني نقولوا باللي نسبة كبيرة 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 غادي تكون يعني في المغرب، يعني في نوفمبر 2023، نوفمبر وتكمل في ديسمبر. هذه هي وين شاهدنا وين صمت كبير، يعني خاصة وين نقولوا بلي ما الذي نقولوا بلي ما هو، يعني وين نطرحوا أسئلة على ماذا يدل هذا الصمت المريب والذي تلتزم به الجامعة المغربية لكرة القدم ومعها الكاف من قضية استئناف والذي قدمت بها الجامعة على يعني بعد نقولوا بلي، وكذلك مشاركة النخبة المغربية الأقل من المنتخب المغربي الأقل من 17 سنة والتي ستقام نهاية الشهر الحالي على الأراضي الوطنية الجزائرية. هل سيتكرر سيناريو الشان مرة أخرى على مرأة ومسامع يعني من الكاب والفيفا، وبالتالي حرمان يعني في مقتبل العمر من المشاركة القارية المؤدية إلى كأس العالم المعلقة إلى حدود اللحظة بحكم سحبها من الدولة البيرو من طرف الفيفا. ربما غادي تكون يعني في المغرب ويكون المنتخب المغربي هو اللي يستقبل غادي من غير، وربما غادي تكون يعني وين نقولوها ونعاودوها، غادي تكون اللي غادي يخلف المنتخب المغربي هو المنتخب المصري. على ما اظن المنتخب المصري تاع الايديسات راهم دايرين منتخب المصري راهم دايرين تربص، حتى لا هذو يعرفوا قدامنا يخرجوا القانون، يعرفوا قدامنا يخرجوا القوانين، ما الاتحادية المصرية ولا الاتحادية المغربية ولا السنغال ولا الكاميرون ولا الكوتيفوار، ولا هذو يعرفوا قبل اللي يخرجوا القوانين. على حساب ما أظن شو غدوة، بالك غدوة إن شاء الله بالك نجيب لكم الخبر الرسمي إلى مساروة، راهم دايرين معسكر تاع الإيديسات، بالك هم دايرين معسكر تاع الإيديسات، هم دايرين تربص مغلق تاع الإيديسات. بصح غدوة إن شاء الله نجيب لكم الخبر، نقرا على صديق مصري إعلامي اللي يعطينا أخبار تاعو، قال أخبار تاعو خرجوا صح، يعني ما يعني على ذيك داير فيه ثقة عمياء كما يقول لك، وين قال لي صبر عليا، قال لي نجيب لك الخبر اللي راهم دايرين تربص، قال لي ربما دايرين تربص، قال لي بصح، قال لي أنت ما تقولش رسميا، قال لي قول ربما راهم دايرين تربص، يعني لا المنتخب المصري تاع الإيديسات راهم دايرين تربص في مصر، تربص مغلق. شوف انا نحلف لكم ونقول لكم باللي كاس العالم تاع الايديسات غادي تندار في المغرب. هذه هي ووفق للجنه وين، وكذلك وين الكاف يقوم بتعديل اللوائح من اجل المكافحه يعني تاع لي ترافيكو في التزوير تاع الاعمار تاع اللعابه وكلش. ووافقت اللجنه التنفيذيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم على توصيات والتي قدمتها لجنه تنظيم كره القدم للشباب في الكاف واللجنة الطبية التابعة له لإجراء تعديلات على المادة 27 من قانون كأس أمم إفريقيا تحت 17 عام. دائما ما يثير الجدل بشأن السن الحقيقي للاعبين الناشئين خاصة في المنافسات الإفريقية، وتعتبر أزمة سنية
يعني وهي تزوير شهادة الميلاد وتسجيل لعاب بسن مخالف لسن الحقيقي، وإن أزمة حقيقية تواجه القارة الإفريقية على الأخص. ونشر الكاف عبر موقع نص المادة 27 من القانون الذي تم تعديله، وجاء على النحو الآتي: 27 يعني واحد بالنسبة لتصفيات أمم إفريقيا دون 17 عام سيكون اختيار الآن للإزمال لجميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المباريات. 2 سيتم إجراء اختبار يعني وفق للبروتوكول كاف في مرافق صحية مجهزة بجهاز يعني المغناطيسي. 3 بالنسبة للنهائيات أمم إفريقيا دون 17 عام يحتفظ الكاف بحقه في إجراء اختبار يعني آخر يعني بالمغناطيسي للاعبين كل منتخبات يعني كل منتخبات. 12 سيتم تكفل بمصاريف اختبار التصوير نقولوا رابعا، وكذلك في القانون سيتم التكفل بمصاريف الاختبارات التصوير المغناطيسي من قبل الكاف. 4 5 وإن إذ تم العثور بعد انتهاء من اختبار الأهلي يعني للمغناطيسي للمنتخبات يعني مشاركة على 4 من لاعبين أو أكثر غير مؤهلين وأكبر من السن، فسيتم استبعاد المنتخب المشارك بأكمله. 6 إذ تبين بعد انتهاء من اختبار الآلي المغناطيسي للمنتخب المشارك أن 1 أو 2 أو 3 من اللاعبين غير مؤهلين، يعني فلن يسمح للاعبين للعاب أو اللاعبين بالمشاركة في المنافسة، في حين سيسمح للمنتخب بالمشاركة لكن لن يسمح له بالاستبدال لعاب اللاعبين غير مؤهلين. يعني هذه هي وين نقولوا كذلك وين يجب أن تصل جميع المنتخبات. 6 يجب أن تصل جميع المنتخبات المشاركة قبل بدء المنافسة بخمس أيام من البطولة، والاتحاد يعني بلد المضيف مسؤول عن التكاليف المتعلقة بذلك. 7 المنتخبات المشاركة يمكن تقديمها اختبارات تصوير المغناطيسي التي يجب إجراؤها قبل خمس أيام على الأقل من بدء المنافسة، وإن يحتفظ الكاف بحقه في إجراء اختبارات تصوير يعني مغناطيسي في أي وقت قبل أو أثناء المنافسة. 8 يجب إرسال أي طلب قراءة الثانية للعاب يعتبر غير مؤهل إلى الكاف عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 3 ساعات بعد الكشف عن نتيجة قراءة الأولى. يعني كما نقولوا حنايا احترازات كي يديهم الشك ويدخلوا ويشوفوه يعني احترازات لكن في 3 سوايع. وأوضح الاتحاد الإفريقي أن هذا التعديل ساري المفعول بدء من تاريخه وسيتم تطبيقه في كأس أمم إفريقيا تحت 17 عام 2023 والتي تقام في الجزائر. المهم حنايا كما يقول لك كلش يعني على الله ونتمناو وقيلا يروحوا 3 منتخبات، نتمناو يروحوا يتأهلوا 3 منتخبات لكأس العالم، والله ماذا بيا كاع ربي يتأهلوا، والمغرب الجزائر وقيلا تونس وقيلا فين تونس، يعني ماذا بينا يروحوا والله العظيم، يعني ماذا بينا اللاعبين يروحوا، عندنا ماذا بينا احنا نسيطروا عليها نقعدوا مسيطرين عليها كعرب وكلش نقعدوا مسيطرين عليها، علاش لا؟ انا نحقر روحنا ما نحقروش روحنا، يعني بنادم لازم ما يحقرش روحه، هذه هي اخويا، ان شاء الله يا ربي ويكون الخير ان شاء الله، هذا مكان، واللي يجي مرحبا به، كان المغاربة كي خاوتنا راهم خاوتنا ويجوا مرحبا بهم، كاش لا مشكل، بصح شتي لا نتبان لي بلي راهي رايحة كاس العالم تاع الايديسات رايحة للمغرب، وشتي لا غادي ناكد عليها ناكد عليها شوف إلا المنتخب المصري دخل فيه تربص تاع الايديسات، أودي راهي رايحة للمغرب التنظيم. بالبركة عليهم يعني ما كاش مشكل، بركة عليهم نورمال عادي خويا، يعني عادي نورمال كلش على ربي كيما يقول لك كلش
يعني هما يحوسوا ما ينظموها ومن حقهم يدوا فاني كي يدير سوق تسويق تسويق لبلادهم، هذه هي تسويق لبلادهم خويا. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو وصحتكم.